الجهاز الإداري عندك، هذا الجهاز لأن باش الدورة الاستثنائية، وأعتقد أن السيد الرئيس العامل رسلكم في هذا الموضوع، وعندما رسلكم هذه النقطة لا يصرف على استبعاد، هي غير مصرف عليها، فكيف سنلغي مقررا لم يصرف عليها؟ لهذا الجهاز الإداري في خلل، ما يمكنش واحد النقطة تقولوا المصرفة، رجعنا وقرينا عشان كنا المراسلة السيدان، فهمتي؟ فهمتي؟ رجعنا وقرينا المراسلة السيدان، وبناء عليه والتزاما بالحيثيات القانونية التي تديك، ونظرا للصبغة الاستعجالية لموضوع رفع المنحة مقدمة للنادي الرياضي الكوميتري لكرة القدم، أطلب منكم إعادة التداول. إعادة التداول صافي أن هذا المقرر لم يصرف عليه. وما عادش نوقفوا غنلغيو دابا. دابا غادي ندوزو نصوتوا ونلغيو. ماذا سنلغيو؟ ما كاينش شي حاجة اللي غنطلبها. العمل تيقول لك عاود تداول، هذا الشيء اللي سالت فيا راه ما صادقتش عليه، عاود تداول فيه. ولهذا دابا هذا النقطة دابا هنايا هي حشو. لو كان عند واحد الجهاز إداري قوي فهمتي وتبعتوا هذا العمل يا سيدي الرئيس، ما عجبناش هذه النقطة. ولهذا أنا تنقول نتجاوزوا النقطة وندوزوا النقطة الموالية لأننا ما عندنا ما نضحيو. شكرا. ثانيا المقرر، ما تيقول المقرر حتى تنأشر عليه الداخلية. ثالثا أن الرسالة واضحة للسيد العامل. السيد العامل تيقول لك عاود درس المقرر، ما تيقولكش غير مقرر، لأن المقرر اللي كان ما كانش غير، حنا ما درناش المقرر، حنا مازلنا نتكلموا على المنحة ديال النادي القنيطري. والمنحة ديال النادي القنيطري غنديروا فيها دراسة. ما معنى دراسة؟ نغيروا ونزيدوا ونقصوا، نقدروا نحافظوا كما قال السيد ريس بهذاك الرقم اللي عطيناه المرة اللي فاتت. ولهذا حنا ماشي أمام تغيير مقرر، حنا أمام إعادة النظر المقرر. وبما أننا السيد العام فرضنا أن ندرسوا ونداولوا في أي مقرر، المقرر الأولاني بالرقم الأولاني ما قالش تغيير ديال واحد آخر، معنى أننا لغينا هذاك صافي ديالنا. ماذا هذا؟ معنى أن صافي ما غنداولوش ذاك الشيء اللي بغى السيد العام، غنداولو شي حاجة أخرى، معنى أن جبتي لي شي حاجة جديدة. والسيد العام تيقول لك هذا المقرر اللي سيرتي ليا هو اللي تداول به، ماشي الغير. ولهذا هذا العمل ديال لي برو ماشي ديال المبتدئين. شكرا سي الرئيس.